اللي تقدمها اللي تتقدمها المؤسسه ديال سوفاك هي تظاهره اللي لقيتناها كنلعبوا مع الشركاء ديالنا في مقابله من كره القدم لتجيف هذا الوقت ديال رمضان المبارك، و تمكنا بالالتقاء بهم في اطار طيب. واليوم بالذات غادي من بعد هذه المقابلات غادي ننظموا واحد الفطور على شرف الشركاء ديالنا، ومن بعد الفطور غادي ننظموا تيراج وسوغ القرعه ديال السوفاك بطوله ديال السنه المقبله، والعدد من الفرق غتشارك فيها، وان شاء الله غادي تكون انجح من سوفاك بطوله ديال السنه الماضيه. واذا لاحظتوا انه سوفاك من ابتداء من السنه الماضيه بدات في تنظيم هذه التظاهرات للشركاء ديالنا، وغادي تكون هذه التظاهره ديال 2019 هي الثانيه، وتنتمنوا هاد السنه المقبله نستجدبوا 24 فرقه. الفروق ديال الشركاء ديالنا اساسا ومع الناس اللي تيتعاملوا معنا الابناك وموزعي السيارات وهذا والمنافسين ديالنا. ولكن هذا محاولة خطيرة 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 ولكن هذا محاول